طبعا بعد سقوط بغداد انهار العالم كله، بعد العالم العربي كل شيء، اقتصاد، سياسة، الدول بلشت يعني كأنه رأس هرم ونزل دهور فظيع. احنا العراق بغداد والله كانت جنة المنطقة الشرق الأوسط. زين بغداد حلوة، بغداد جميلة، بغداد بيها خيرات كثيرة، الأرض مالتها كل شيء تحوي، حتى على الذهب، زراعة فيها، الكبريت والحديد والفوسفات واليورانيوم، وحتى زئبق هذا اللي يستعمله موجود بالعراق. لا طبعا. لماذا؟ لماذا؟ لأنه صار بعد سقوط بغداد الوضع الاقتصادي سيء في أكثر الدول العربية، وتأثرت خاصة الأردن كثير، تأثرت بالوضع الاقتصادي وبالعالم طبعا، والعالم ككل أكثر شيء العالم العربي. أول شيء صار من سيء لأسوأ. ليش؟ سياسيا، اقتصاديا، كل شيء. يعني كانت طبعا العراق النفط كان يجينا ببلاش، كان النفط رخيص، كان نبيع، يجي زبون عندنا مثلا، احنا بدام انا بمحل ألبسة، يجي زبون ياخذ درزن درزتين يحاسبك يعطيك 200 دولار 300 دولار، يعني كان الوضع كله مختلف. للاسف بالعكس للاسوء، والاوضاع المحيطه كلها يعني تراكمت، وبعد الوطن العربي كله بضعف اللي شايفه، اصبح اسوء، والسوء قام يزداد، ولحد الآن بدأ يزداد وراح يزداد أكثر بعد. ليش؟ لأنه الله خلق لنا حكام اللي حطموا بلداننا العربية وحطموا الشعوب العربية، ولا زال الخطر على كل الشعوب العربية، مو بس على العراق وسوريا، على الكل راح يجيهم السرة. أخوي العزيز، هو أكيد هاي النقطة اللي أشارت عليها مردودها سلبي للمجتمع العربي والمجتمع الإقليمي اللي محيط بالعراق. شفت انت بدا العدل التنازلي سقطت بغداد وجرت وراها اكثر من عاصمه ودوله عربيه وبدت المشاكل اقتصاديا اكيد نحو الاسوء. والله حسب اعتقادي يعني انه للاسوء صار. لماذا؟ لانه المحيط الاقتصادي انهار من وراء الشغله هاي، يعني اقتصاديا وكثير من الشغلات، يعني سياسيا واقتصاديا ممكن يعني. بشكل عام يعني ما أثر بالوضع هذا يعني جميع الأحوال.